إذا فيما يخص تحضيرات للدخول المدرسي للسنة الدراسية 22-23، طبعا في عدة محاور أساسية في الدخول هذه. المحور الأول هو فيما يخص التأطير التربوي والإداري، وهذا ما عكفنا عليه منذ دخول الأساتذة وقبل، يعني تقريبا دخول الإداريين، يعني المديرية تقريبا لم تتوقف على العمل، وبالتالي كان في عمل كبير حتى نضمن تأطير لجميع المؤسسات لجميع الأفواج التربوية. العملية طبعا ماهيش سهلة لأن فيه هناك حركة، نعرفوا باللي فيه حركة تاع دخول وخروج، فيه مناصب شاغرة، كل هذا تم ضبطه لحد الآن، وتم يعني تقريبا يعني تأكد من عدم وجود أي منصب شاغر في أي مؤسسة تربوية بصفة عامة. طبعا مستجدات هذه السنة كذلك لازم نذكرها. فما يخص الابتدائي، كان فيه مستجد الأول والمهم هو أولا تخفيف وزن المحفظة. كانت الوزارة لأول مرة تدي إجراءات عملياتية في الميدان، من حقيقة سيتم تخفيض وزن المحفظة. من أهم هذه الإجراءات أولا وجوب سيتم يعني توزيع النسخة الثانية على مستوى جميع المؤسسات للسنوات الثالثة والرابعة والخامسة. هذه المؤسسات سيكون لها نسخة ثانية، وبالتالي تسمح للتلميذ أنه لا يحمل كتب بصفة عامة، يعني كل الكتب ينجم يخليها في المنزل، يوصل للمؤسسة كل الكتب تكون موجودة. طبعا هي نسخة تبقى الأصل الأولى فقط، فيها علامة كتابي حتى تفرق، حتى لا يمكن يعني التلاعب أو تبديل هذه النسخة بطريقة أو أخرى. الإجراء كذلك الثاني كان إجراء كذلك مهم، وهو كذلك توزيع اللوحات على بعض المدارس. طبعا في الوطنية كانت عملية كبيرة، استفادت ولاية الشرقية بتسع مدارس لوحات هذه الرقمية، تم استلامها لتسع مدارس كذلك على مستوى ولاية الشرقية. أما وطنيا فحسب المعلومات أكثر من 1600 مدرسة استفادت، دونك هي عملية كبيرة. الشرقية تسع مدارس، نتكلم على تسع مدارس التي استفادت بهذا. دائما نتكلم على الأقسام السنة الثالثة والرابعة والخامسة، لأنها هي تقريبا في بلديات. دونك هذه الأمور لازم تكون عندي دير من بعد مونتاج، وكيفاه فوفيرا مونتاج هكا خبريني باش نقول لك المدارس نجمو نذكروها. إذا عندنا في بلدية الحراش مدرسة حسن باي، في بلدية بوروبة مدرسة الشهيد محمد بوعود، في بجراح مديرية مدرسة 5 جويلية 62، بلدية برج البحري مدرسة أحمد عروة، عين طايا مدرسة الشهيد سعيد سعداوي، رويبة مدرسة 600 مسكن أحمد مدغري، رغاية مدرسة 1400 مسكن قريشي، واد السمار مدرسة بحي بركات، وباب الزوار مدرسة بلقال محمود. إذن هذه المدارس التي استفدت بها اللوحات. طبعا سيتم تعميم هذا الأمر مستقبلا إن شاء الله. كاين الشيء الآخر في تخفيف مدرسة، هو الشيء كذلك المهم، وهو المدونة التي مدونة الأدوات المدرسية التي تم توزيعها على مختلف المؤسسات خاصة الابتدائيات، أين يعني يجب باش تكون في احترام هذه المدونة، لأنها هي مدروسة حتى يكون وزن المحفظة ما يتعداش الوزن القانوني الذي حدد من طرف اللجنة العلمية اللي شاركت فيها وزارة الصحة، شاركت فيها ونأكدنا هذا الوزن ما لازمش نتعداوه. إذن كل هذه الأمور ستسمح، طبعا هناك كذلك عنصر آخر لازم نذكره، وهو تحسيس الأولياء، لأن بعض الأحيان شهد ويعني أن الأولياء حتى هما يقوموا بإضافة أشياء تعرفوها، مشروبات لونجا كذا، أمور اللي تزيد في وزن المحفظة، وهذا كذلك لازم لنا تحسيس، ولازم الولي يكون واعي أن احنا كي نقوموا بتخفيف وزن ما لازمش هو يكون يخدم بطريقة معاكسة، يعني حتى هو لازم يخمم باللي القارورة تاع الماء راهي عندها وزن، كل شيء له وزن، وبالتالي لازم كذلك يفكر في الطريقة وين باش ما يزيدش في الوزن المحفظة. إذا كل هذه الإجراءات إن شاء الله تكون عملياتية وتكون تخفف من وزن هذا المحفظة. كاين الإنجليزية في الطور السنة الثالثة ابتدائي التي تم فيها
ابتدائي فقط سنة ثالثة، طبعا هي بالتدرج السنة المقبلة ستكون ثالثة رابعة، ثم مستقبلا تكون جميع يعني ثالثة رابعة والخامسة، وتكون متابعة في المتوسط. دونك لازم نبداو بالسنة الثالثة. دونك في هذا الإطار تم بعملية إنصاف كما يعلم الجميع، يعني ترتيب جميع المترشحين على مستوى الولاية وبالبلدية حسب تخرج، حسب سنة التخرج، وتم توزيع المناصب. كان فيه طبعا عدد كبير من الطلبات في الشرقية، كان أكثر من 1300 طلب، وتم توزيع 112 طلب. طبعا اللي تنازلوا تم تعويضهم، يعني القائمة مستمرة مباشرة يعني في الاحتياط، كل ما يتنازل واحد يمكن تعويضه. 112 منصب. بدأوا عملية التكوين يوم 8 وراهي متواصلة إلى غاية يوم 19. دونك العملية يعني من ناحية التأطير مضمونة لجميع الأقسام الموجودة هنا في الولاية. كتاب بالنسبة للكتاب الإنجليزية تعرفوا باللي تم المصادرة وتم طبعه وتم توزيعه على مستوى الولايات الشرقية بالكامل، حصلنا على 48,000 نسخة وتم توزيعها في جميع المدارس. الآن موجود، كل الأولياء يمكن لهم التقدم لاقتناء هذا الكتاب كما كباقي الكتب المدرسية. هادو طبعا المحور الثاني اللي ممكن نتكلموا عليه، كذلك هناك المنحة 5000 دينار اللي هي كذلك يعني من ناحية التضامن. كذلك قمنا يعني بتسديد بتاريخ يعني تقريبا أكثر من 10 أيام بتسديد هذه المنحة للتلاميذ المستحقيها، أكثر من 27,000 تلميذ استفاد منها على مستوى الشرقية. كل تلاميذ هادو كذلك عندهم استفادة بمجنة الكتاب على مستوى المؤسسات. دونك الكتب موجودة على مستوى المؤسسات، تم توزيع الكتب بصفة عامة لجميع المؤسسات، ويمكن اقتناء هذه الكتب إما في المجانية أو الشراء. حتى لتدعيم يعني القطاع في بيع الكتاب، حتى لتسهيل عملية بيع الكتب، كان الديوان الوطني للمطبوعات زاد يعني حدد أكثر من 60 مكتبة لبيع الكتاب بالسعر الرسمي. يعني ما فيش زيادة في سعر هذا الكتاب، رغم الزيادات التي لعلم الجميع اللي زادت في الورق، لكن الدولة حافظت على السعر المرجعي لهذا الكتاب وحتى في المكتبات، إضافة إلى معارض التي تم فتحها كذلك على مستوى هنا العاصمة لبيع الكتاب. يعني إن شاء الله هذا السنة ما يكونش فيه أي إشكالية فيما يخص بيع الكتاب المدرسي. هذا بالنسبة للمؤسسات التربوية استلمنا ما التفويت يعني ايه طبعا يعني مشكلة الاقتضاء هو طبعا بعد العودة طبعا فيه مؤسسات يعني فيه هذه المشكلة تاع الاقتضاء، يعني رغم استلامنا أكثر من 10 استلمنا 10 مدارس متوسطتين وثانوية، رغم هذا بقيت في بعض المناطق عمل الاقتضاض، لكن عملنا يعني حتى في الندوات الأخيرة مع السيد الوزير، وإحنا دائما هناك لجنة مختصة متابعة حل مشكل الاقتضاض في بعض المؤسسات، لكن عددها قليل وقليل جدا، ما راهيش كل المؤسسات اللي معنية بالاقتضاض. دونك هي مؤسسات في بعض المناطق مكتظة، لكن نعملوا على حلول، وجود حلول باستعمال كل القاعات اولا موجوده على مستوى المؤسسه، باضافه الاقسام الدوارة، باضافه الحجم الساعي، حتى مثلا المؤسسات المعنيه يوم الثلاثاء يمكن التدريس فيها، زياده في الوقت ممكن ساعه في اليوم لهذه المؤسسات حتى نتمكن. احنا همنا ان يكون عدد التلاميذ في القسم يكون بحوالي 40 تلميذ، هذا اللي نعمل عليه في هذه المؤسسات مقتضى، وحتى نسهلوا عمليه التحصيل العلمي. إذن هو عمل متواصل وحلينا عدة مشاكل، ومازال بعض الحالات سيتم حلها قريبا. دونك هذا، ولكن نأكد عددها قليل وقليل جدا. كل الطلبات المقدمة إلى المديرية من طرف المدراء نستجيب لها، وضع عندنا العدد الكافي من الطاولات إما ابتدائي أو متوسط أو ثانوي. هناك الحمد لله يعني كانت في عملية اقتناء عملية كبيرة للطاولات، وأي احتياج لأي مدرسة نحن هنا لتلبية الطلب. الآن تسمية الطاولة قديمة، لكن يبقى الإشكال تاعها هل هي صالحة أم لا، داك شيء آخر، لأن القديم سيدة هناك مدراء في المؤسسات،
كل مدير يقدم طلب نلبي الطلب تاعه. احنا كل الطلبات الان احنا ما نجمش انا نقول لك عندي 383 مدرسه دوك اذا فيه مدير ما قدمش انا كل المدراء نعرفهم باللي اذا عندهم طاولات هذه المهتريه يقدموا طلبات. والتجديد ليس اعاده كل الطاولات وانما الطاولات التي تصبح غير صالحه، هذا هو مبدئيا هذا هو. دونك احنا بالنسبه لنا كل الطاولات عندنا ما يكفينا لاعاده كل الطلبات باش نلبوا كل الطلبات تاع المؤسسات. حد الان انا نلبوا الطلبات، اللي باغ 100 نعطوه 100، اللي باغ 50 نعطوه 50، ما عندناش اشكال. اطعام عمليه كذلك سننطلق فيها ان شاء الله. تعرفوا باللي في المدارس الابتدائيه عمليه مشتركه، وخاصه يعني في الحقيقه هي البلديات هي تتكفل بالاطعام، لكن احنا بنتنسق مع السلطات المحليه ان شاء الله ننطلقوا في العمليه في يومها الاول، وراسلنا كل البلديات باش ينطلقوا في اول يوم من دخول مدرسي. متوسطات ما عندناش عمليه اطعام، غير موجود في بعض الثانويات فقط الموجوده عددها 8، وان شاء الله كذلك هي جاهزه للانطلاق في هذه العمليه. النقل موجود، يعني كل الاحتياجات فيها تلبيه الاحتياجات، ما فيش طلبات غير يعني كل الطلبات في هذا في الوقت. نعرفوا باللي الجزائر العاصمه فيهاش مناطق نائيه بصفه عامه، وبالتالي الا بعض الحالات، كاين حالات ما نقولوش لكن عدد قليل، وين تكفل بها البلديه والتضامن، كل البلديات متكفله بنقل التلاميذ ما عندناش اشكال. بالنسبه للدخول الولائي ليس بحق، وانما الدخول في حاله وجود منصب شاغر ومتكفل فيه، هنا المديريه تستجيب. الاشكاليه ان الناس تحسبها انها حق، ليس بحق، لان التحويل هو حاله استثنائيه، يعني انسان حنا نساعده، يعني كل ما قدرنا نديروا رغبات تاع الناس نديروها، لكن بعض الاحيان في استحاله. مثلا عندي بعض المواد اللي فيها مستحيل فيها الدخول في الثانوي، لان المناصب غير موجوده بيداغوجيه غير موجوده. واش معناتها؟ معناتها عندي تشبع، ماده العلوم الطبيعيه، ماده الفلسفه في الثانوي عندي تشبع، دونك لا يمكن باش ندير دخول. دونك وبالتالي عندي خريجي المدارس العليا هما عندهم الاولويه للتوظيف، طبعا المناصب لهم. اما مرحله الدخول في حالات، طب ما نقولوش بلي ما قمناش بعملنا، عندنا عشرات الحالات تم التكفل بها، لكن بعض الحالات تم استحاله في تلبيه الرغبه، وهنا ما فيش تقصير ولا، وانما هي ظروف اللي نعملوا فيها، هي يتوقف على المناصب. ماشي دخول معناتها حق لازم نقاوموا منصب، هذا هو مبدئيا. التحويلات تحكمها حركه سنويه، هناك كوميسيون باريتال اللي تجتمع في اخر سنه، وكل عنده انسان عنده حق التحويل. اما الالتماس فهذا شيء اخر، نلتمس شيء معناتها نطلب شيء غير ما راش حقي. لبعض الحالات ممكن لظروف عائليه لظروف كذا، لكن كذلك ليس بحق. مش قال انا نطلب نقل لازم ترد، لا، عنده الحق في الحركه، يشارك في الحركه ويدي حقه، واللي يحدد حتى الحركه هذه هي يعني اللجان متساويه الاعضاء هي اللي تحكم فيها، وهي اللي عندها انصاف وعندها نبره من توت سيستم كيف بوصا نعملوا به في اطار قانوني. دونك ما عندناش اشكال. دونك تبقى الناس تشتكي هل هو حقها ام غير حقها، هذا هو الاشكال. بعض الاحيان الناس مثلا تجي لتطلب هذا التحويل كل واحد يبحث عن مصلحته الشخصيه. احنا عندنا مؤسسات من لازم نديروا توازن بين المؤسسات في عدد التلاميذ. دونك بعض الاحيان تكون ثانويتين متجاورتين، انت تعطيه في الثانويه وين يكون فيها المكان بيداغوجي وفيها اتساع، هو يطلب في الثانويه اللي فيها اكتظاظ ويقول لك ما لبيتليش الرغبه تاعي. طبعا هنا لا يمكن تلبيه كل الرغبات في هذه الحالات. التلاميذ اللي خارج من الولايه هذا حقه في نمط وسط، ما فيش نقاش، نعطوه المكان تاعه ما فيش نقاش. حتى تلميذ عنده الحق اذا عنده معناتها تحول من ولايه الى ولايه يدي حقه ويعطوه المنصب. هذا ما عملنا ولا رضينا. نتكلم عن التحويلات اللي ما عندهاش معنى، اللي ما عندهاش استثنائيه، يعني تلميذ يطلب ثانويه ولا يطلب متوسطه لاسباب معينه، هذا لازم شروط. اولا شروط الاقامه، وهذه شروط الاقامه لان حتى التقرب، دوك التلميذ 500 متر في الثانوي
500 متر ثانوي يبان لي ماهيش مسافه كبيره. لكن في الابتدائي حقيقه حنا نحاولوا باش الابتدائي يبقى اقرب له للسكن، هذا نحافظوا عليه. لكن في المتوسط كاين وضعيات، كاين مؤسسات المقتضاه ما عندناش، لان من جهه نشكو من الاكتظاظ ومن جهه نخلقوا حنا الاكتظاظ بالتحويلات العشوائيه نسموها. لا، لان فيه دراسه في التنظيم التربوي اللي تحدد القطاعات الجغرافيه، تحدد المدرسه هذه وين تروح، تحدد المتوسطه هذه وين تروح، وفي عمليه حسابيه حتى نحصل على التوازن. البعض يحوس بعد ما نقوم بهذا العمل، يحوس يخلق لنا عدم التوازن بالتحويلات هذه العشوائيه على حساب المصلحة العامة اللي احنا طبعا بعض الأحيان نرفضه. طبعا طبعا كل هذه التحويلات موجودة قانونية، فتحنا مكتب خاص لكل تحويل من المدارس الخاصة إلى المدارس العمومية. مكتب خاص يقدم المعني، يقدم ملف، يدرس هذا الملف إذا كان ملف صحيح وقانوني ولا التحويل. لكن ثاني هنايا نفس المشكل، ما لازمش يفرض علينا المؤسسة اللي يمشي فيها، لان هنا دائما لازم نراعوا المكان البيداغوجي الموجود باش هكا يوقع لنا دائما نرجعوا للتوازن، ماشي لان كاين بعض الثانويات ولا الناس كلها تحوس تروح ليها وليس بحق. التلميذ عندك مكان من ثانويه اخرى ماهيش بعيده عليها 200 متر، ما عندكش حق انت تطلب ليها الثانويه وترفض الاخرى. دونك هنايا كذلك امور قانونيه، احنا نحوسوا على المصلحه العامه، نحوسوا على التوازن، نحوسوا على ان الفوج التربوي ما يكونش فيه اكتظاظ. هل هذا اللي نبحثوا عليه ولا ولي الامر لازم يفهم هذا الشيء بصفه عامه. عموما انا مدي التعليمات خاصه الفصل الثالث، يمنع منعا باتا نقل التلاميذ في الفصل الثالث، هذا هو، لان الفصل الثالث غير ممكن الا اذا كانت اسباب موضوعيه باش 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 تبقى انت في نفس المكان في نفس وتحولنا. اذا كان انسان تغير، اذا كان غير الولايه، اذا كان غير المكان. سيدتي نحن موجودين في العاصمه، طلبات كثيره، ما عندنا حتى يعني ما عندنا اي مشكل لتأطير في جميع المواد. دونك كل اللغات كما كانت اللغه هذه، فهناك يعني طلبات كافيه للتوظيف، وكونتر يعني طلبات اضافيه، معنا يعني ما عندناش مشكل لا في الفرنسيه ولا في الانجليزيه. الانجليزيه عطيتك بها مثال 1300 طلب من اجل 112 منصب. تم حجز كل الملفات التي قدمت للمديريه في الارضيه الوطنيه، حجزوها. كان فيه الشيء المهم هو تاريخ التخرج، يعني لو ديبلوم من سنه التخرج، وكان فيه تاريخ الميلاد، هادو هما المعايير. وتم الانتقاء يعني اترافير الارضيه الوطنيه ترتيب حسب هذه المعايير وبالبلديه، لان ما نساوش ما نديروش حنا ترتيب ولائي، لان هذا يدير لنا مشكل. من ممكن اللي يترتب الاول مثلا في بلديه براقي يلقى روحه يخدم في الرغايه، وهذا غير ممكن. وبالتالي كانت عملية الترتيب والانتقاء بالبلدية في هذا، وخرجنا قوائم ونشرناها عبر الفيسبوك كاع الناس شافتها. وكانت فيه الأقدمية، المعيار يعني الرئيسي هو الأقدمية في الشهادة. الملف هذا دائما راه متواصل، لأن شوف المشكل في الإخلاء السكنات، الناس اللي باقية هي احنا عندنا حالات وين يعني هذا الساكن رغم أنه متقاعد يبقى حالة اجتماعية، يعني ما عندوش، إذا خرجناه ما عنده أي سكن. ما احنا لأن كاين عملية ما نسميه بالبحث على مستوى جميع الدواوين، يعني عن طريق الولاية، وين هل الشخص هذا يمتلك سكن أم لا. إذا كان الأمر سلبي وبالتالي احنا ما نجموش نخرجوا إنسان وهو ما عنده أي سكن، ما عنده أي شيء، نخرجوا للشارع. دونك إنسانيين نحترم هذا الإنسان، وهذه الحالات أكثرها اللي بقات. أما كل انسان يمتلك سكن، هذا نقوم بعمليه الاخلاء مباشره. كل ما يكون فيه امور، كل ما يكون فيه مراسله من طرف مدير في امور تكون امنيه، طبعا نراسل الجهات الامنيه حتى تاخذ الاجراءات اللازمه لتامين المحيط، هذا معمول به ومشكورين. يعني كل ما تكون في حاله يستجبوا ويقوموا بالعمل تاعهم، وحسب الاحياء، حسب نعرفوا باللي بعض الاحياء صعيبه،
ونتابعوا العمليه دوك من جموش نقولوا بلي هو هذا التامين ما نجمش حنا نطلبوا من الامن باش يبقى تما في المؤسسه 24 ساعه مستحيل هذا حتى وهم. وانما يقوموا بدوريات يقوموا ب يعني كل شيء كي توصل لهم يدوا اجراءات في هذا الشان. طبعا اولا قبل مدير التربيه هناك التفتيش راهي التفتيش راهي كاين مجموعه كبيره من المفتشين سيقومون بمتابعه الدخول المدرسي بزياره المؤسسات في جميع الاطوار لمتابعه كل التحضيرات للدخول المدرسي ومدى تطبيق التعليمات سيد الوزير. ومدير التربيه له كل الصلاحيات في زياره اي مؤسسه في اي وقت في اي وقت يعني نزوروها طبعا ما فيش اشكال. ان شاء الله نتمنى يعني دخول ناجح لابنائنا لهذه السنه. ان شاء الله كذلك التربويين عوده ميمونه للجميع وان شاء الله تكون يعني هذا الدخول يكون مميز لان التحضيرات سهرنا عليها صباحا مساء وان شاء الله تكون سنه ناجحه بصفه عامه وتكون فيه نجاحات اكثر لجميع ابنائنا.